السلام عليكم متابعي قناة الحقيقة في دقيقة، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى لكم رمضان مبارك كريم، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. المهم متابعي الكرام، اليوم جينا باش نكشف لكم عن طريقة خروج زوجة المختار سلامات من السجن بعد اتهامها بالإجهاض السري والقتل الغير العمد اللي متهمة فيه هي أخناتها، واللي كيف ما كنشوفو هي بريئة كبراءة الذئب من دم يوسف. وهذا الشيء اللي غادي نبينه لكم، وغنبينه لكم مجموعة من الأشياء واللي من أهمها كيفاش غادي تثبت البراءة ديالها وبالتالي غادي تخرج من السجن. فابقوا معنا حتى الاخر متابعينا. كيف ما كنعرفو أن أخناتها كانت كتشتغل مع زوجة المختار سلامات في نفس الكلينيك. خناتها كانت كتنهج مجموعة من الطرق الغير قانونية بما في ذلك الإجهاض السري مقابل الفلوس كيف ما تنقولو. خناتها قامت بمجموعة من العمليات ديال الإجهاض، وحدة منها أدت إلى وفاة السيدة اللي دارت لها الإجهاض، وكانت القضية مازال مجهولة ومازال معروفش شكون اللي تسبب في الموت وفي الإجهاض ديال هذيك البنت. اليوم متابعينا خناتها من بعد ما حنان بنت الحاج الميكانيسيان اللي عنده الكراج ديال الميكانيك حملات التجأت لخناتها باش تنزل لها هذاك الجنين. خناتها بحكم الطمع ديالها والجشع ديالها خدات البادرة وقامت بعملية الإجهاض، غير أنه خلال عملية الإجهاض حنان تصابت بواحد نزيف حاد ما عرفت شاش تدير. إذا مشدتها للكلينيك غادي يكلاريو للبوليس، إذا عيطت على البوليس غادي تمشي للحبس وغادي تكشف بالتالي جميع العمليات أو الإجهاض اللي دارت من قبل. فما بال لها الا زوجة المختار سلامات اللي الدار على الدار، وبحكم الخبرة ديالها بحكم انها كانت او ما زال كتزاول المهنة ديال ممرضة، التجأت لها على وجه السرعة وهي مخلوعة وكتبكي. زوجة السي المختار بحكم طيبوبة القلب ديالها والقلب ديالها الكبير وما بغاتش تشوف حنان كتموت، قررت باش تدخل، غير انه الوقت ما كانش عندها باش تعيط للبوليس ولا باش تعيط لامبيرونس. قررت دير مجموعة من التدخلات اللي بقت بالفشل، وبالتالي حنان توفات بين يديها. خناتها بحكم الحقد ديالها على زوجة المختار اللي كانت ديجا شهدات فيها في السبيطار واللي ادات الى الطرد ديالها من داك الكلينيك اللي كانت خدامة فيه بحيث قامت بعملية اجهاض سري وزوجة المختار شهدات فيها، الشيء اللي خلاهم يطردوها من تم بقات حاقدة عليها وعلى وليداتها وعلى راجلها. وهنا خناتها غتضرب عصفورين بحجر واحد، اول حاجة غتنتقم من زوجة المختار سلامات، ثاني حاجة غتلوح كل المسؤولية على زوجة المختار وغتتهمها باللي هي كانت كدير عملية اجهاض وكانت كتجيب الفتيات لعندها بواحد المقابل مادي. غير انه متابعي الكرام الحق يعلى ولا يعلى عليه، وبالتالي في الاخير غادي تنكشف هاد المؤامرة ديال خناتها كيفاش. هذا هو السر، غادي نقول لكم اليوم السر هو ان خطيب بنت سلامات او المختار سلامات اللي ولا بوليسي وبحكم التقرب ديالهم من العائلة كيعرف مزيان الاخلاق ديالهم والسلوك ديالهم، بانه ما يمكنش زوجة السير المختار تدير بحال هاد الافعال. وبالتالي فاش حط خناتها في الزنزانة هي وزوجة المختار سلامات، مع انه من غير الممكن تحط جوج ديال المتهمين كل واحد كيلوح تهمة على الاخر في نفس الزنزانة الا لغاية واحدة، بحيث زرع معهم واحد المخبرة او واحد البوليسية في شكل سجينة. هاد السجينة كان الدور ديالها هي تبقى تصنت على خناتها وتصنت الحوار اللي كيدور بيناتهم، وبالتالي خناتها بحكم داك الغيظ ديالها وداك الحقد ديالها غتبقى تقول
الزوجة المختار سلامات بأنني درت ليك ودرت ليك وغادا تبقاي معايا وانت وغادا تقرب كل شيء، وبالتالي غادا تبوح أو غادا تقرر بأن زوجة المختار سلامات ماشي هي اللي قتلات، الشيء اللي غادي يخلي البوليسية توصل الميساج، وبالتالي غادي تثبت البراءة ديال زوجة المختار سلامات. وهكذا في الحلقات المقبلة كنأكد لكم باللي زوجة المختار غادا تخرج كالشعرة من العجين، وذلك بفضل حنكة خطيب بنتها توريا الله يجازيه بخير. وفي الأخير متابعي الكرام كنقول لكم شكرا على المتابعة، شكرا على الميساجات، وحنا راه كنبقاو راه الإشارة ديالكم. اللي بغى شي حاجة يعرف شي حاجة في شي مسلسل يخلي لينا شنو بغى يعرف في الكومنتير، وما تنساوش تشتركوا معنا وتضغطوا على زر الإعجاب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.